قبل بس ما ابدا معاهم خليني اقول لحضراتكم خبرين مهمين جدا. مجلس اداره النادي الاهلي يدعو شركات الاهلي لحضور الاجتماع المقبل. وجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الدعوه الى مجالس شركات الاهلي الثلاث: شركه الاهلي لكره القدم، شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، وذلك لحضور اجتماع مجلس اداره النادي المقبل، حيث تقوم مجالس إدارة الشركات الثلاث بعرض الخطوات المقبلة والخطة المستقبلية على مجلس إدارة النادي وفق جدول زمني يتم اعتماده في ذات الاجتماع. واجتمع الكابتن محمود رئيس النادي خلال الأيام الماضية بشركات النادي الأهلي الثلاث بعد إشهارها للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل وعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل. إن شاء الله خلال الفترة القادمة حضراتكم هتشوفوا ثمار هذه الاجتماعات من خلال تحركات هتحصل ما بين الشركه وما بين مجلس اداره النادي الاهلي، ما بين الثلاث شركات طبعا اللي تابعين لمجلس اداره النادي الاهلي.